من دقايق برضو انتهت مباراة جميلة ما بين الزمالك وفيوتشر. ليه بقول مباراة جميلة؟ لأنه الزمالك الحقيقة فعلا قدم ريمونتادا قوية وكبيرة، ريمونتادا في كل حاجة، ريمونتادا في النتيجة، قدر يحول تأخره بهدفين لفوز على فيوتشر 3-2، ريمونتادا في طموحات لعبته، رجع تاني لنغمة الانتصارات المتتالية، ريمونتادا في فكر مدربه أوسوريو اللي كان يمكن من فترة قريبة جدا كنا احنا هنا بنتكلم عن فكرة رحيله، كان مهدد بالرحيل، كانت ناس شايفة ان افكاره لا تنطبق على كرة الزمالك. بس الراجل النهاردة الحقيقة برضو يعني نقدر نقول انه تحدى نفسه، تحدى الجميع، لازم نرفع له هو كمان القبعة. انك تكسب فريق كبير زي فيوتشر ده برضو دي خطوة يعني في بتؤهلك للمركز الثالث، وبتختصر على نفسك خطوات صعبة كتير، واكيد هنشوف زمالك تاني مختلف قدام الأهلي في ماتش القمة. هو ده اللي تفكير الجماهير بدأ من اللحظة دي. مباراة القمة اللي شفناه النهاردة ما بين الأهلي والاتحاد والزمالك وفيتشر بيقول إن الكرة المصرية على موعد مع كلاسيكو حقيقي قوي ومثير بتنتظره الجماهير المصرية والعربية.